مهبت بعطر زكي ففاح شذاها بجمع بهي نسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زار سليم لمرضاة رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي بدعوة صدق وفي شذو روح بتغريد صوت عذوب شجي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد. بعد أن انتصر الفراعنة على الهكسوس الذين هم من ذرية الأسباط والذين حكموا بني إسرائيل لسنوات، صار أمر بني إسرائيل إلى هؤلاء الفراعنة وابتدأوا في تعذيبهم وإذلالهم ويسمونهم سوء العذاب ويقتلون النساء ويذبحون الأبناء كما وصف القرآن فرعون وراء فرعون، إلى أن جاء فرعون الذي تحدث عنه القرآن وتكلم عنه الله تبارك وتعالى في آياته الكريمة، جعل من بني إسرائيل عبدة وخدما يذلهم غاية الإذلال. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان عاليا من المفسدين، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يمكن لبني إسرائيل وأن يعني ينتقم من ظالمهم ومن طاغيتهم الأكبر، جاء الموعد وإذان مولد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في أشد الظلمة والعتمة والقتامة وفي بئر الظلام وفي التعذيب والقتل والسفك للدماء والاستحياء للنساء وتذبيح الأبناء، يولد موسى عليه السلام، يولد والأفق مظلم والموت يحدق به كل محدق، ولكن وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان، كل المخاوف أمان يا موسى، لأن الكلاء الله ولأن الحافظ الله ولأن الرعاية من الله سبحانه وتعالى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. لذلك لما جاء إلى قصر الظالم الأكبر ورأته زوجة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهكذا يكون حفظ الله تبارك وتعالى للقيادات الذين يأتون بالنصر والتمكين لهذه الأمة، وكذلك يكون تمحيص الله تبارك وتعالى لعباده، وكذلك يكون محق الله وبطشه سبحانه وتعالى بالظلمة في كل زمان ومكان. وهذه سنن الله في الانتقام من الظالمين، لو دام ظلم في الحياة لظالم لأقام فوق صروحه فرعون، لكنها حقب تزول وتمحي ويطل فجر باسم ويبين. فجذورنا أحد وبدر وخيبر والنصر والفتح يعلو شامخا وحنين، وبشائر الإسراء فوق رؤوسنا تمضي بنا والنصر والتمكين. وأورثنا الأرض وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين. نسائم هبت بعطر زكي، حقيقة
حقيقة مشايخ الشيخ محمود يعني أفاد وأزاد وأفاض في الحقيقة في موضوع فرعون ومظاهر الظلم التي كانت في عصره وزمانه، وبالأخص يعني وقت ولادة موسى عليه السلام. احنا يعني بغض النظر على ما روى القرآن من هذه الجرائم ومن هذه الكرب، فرعون لما الله عز وجل ضربه مثل في القرآن إنما ضربه على سبيل المثال، وليس على يعني لم يتكلم فقط على شخصية فرعون أنه فلان أم علان، إنما يتكلم على نموذج الفرعون. فرعون النموذج هذا له عدة مواصفات، فكل ما ظهر في الزمان فرعون وجدنا من هذه المواصفات ما يعني يستقل منها أو يستكثر، لكن في الجملة يعني معايير الفرعونية تجدها في كل فرعون. فأول معايير الفرعونية التي ذكرها القرآن هي مسألة استضعاف طائفة على طائفة، يعني بمعنى ضرب الناس بعضهم ببعض. تجد مثلا عندما يأتي الفرعون لا يريد أن تجتمع كلمة الناس في تحت أي مسمى، يعني من غرائب بلدنا على سبيل المثال أنه يوما ما حتى أجهزتها الأمنية يقع بينها التحاسد والتدابر والخلاف فقط حتى لا تجتمع كلمتهم على شيء، من أجل لأن لو اجتمعت كلمتهم يظن فرعون زمانه أنه قد تجتمع كلمتهم عليه. هذا طبعا خلافا للتنافر الموجود بين القبائل أو بين المدن أو تمييز بعضهم عن بعض وإثارة النعرات التي نعاني منها نحن إلى اليوم. هي هذه قضية الاستضعاف، أنه يحاول أن يرفع طائفة ويستدل أخرى بحيث أنه يصبح دائما هناك طرف مستضعف وطرف يعني مستقوي، ويقع هذا التسلط الذي يورث العداوات ويمنع يعني يمنع الاتفاق. من ايضا من مظاهر فرعون او الفرعونيه السخره. السخره هي مظهر فرعوني نعيشه ايضا نحن في هذا الزمان. السخره شو معناها؟ ان الفرعون يستعمل الناس دون ان يعطيهم مقابل جهدهم، هذا معناها السخره. فرعون استعمل بني إسرائيل على سبيل السخرة، أنه استعملهم في البناء وفي التشييد وفي يعني أشياء كثيرة دون أن يعطيهم مقابل جهدهم الذي بذلوه، يعني كان يعطيهم ما يقابل يعني ملأ بطونهم. وهذا ما نعانيه احنا من فراعنة هذا الزمان في الجملة. نلقى أن الإنسان يكد الليل والنهار لي يعني فقط يسد رمقه، مع أن هذا إذا تكلمنا بمنطق الحقوق، سواء حقوق الإنسان التي يعني صدع رؤوسنا بها أو الحقوق الشرعية التي جعلها الله عز وجل للمسلم، واللي سن فيها الخليفة عمر رضي الله عنه سنة حسنة أن الإنسان إذا تولى أمر ينبغي أن يكون له يعني راتبه ودابته ومسكنه وزوجته، يعني من حقوق هذه ما يحتاج لا تمن بها الدولة عليه. يعني الآن لما نتكلم احنا على حقوق المواطن المعيشية، المفروض أن المواطن الدولة توفر له احتياجاته الضرورية بغير منة، لكن احنا نلقى أن المواطن يكد ويشتغل وبعدين في النهاية يلقى روحه مروح بمرتب 150 دينار، بالله شن بيدير لل 150 دينار؟ فهذه يعني أمثلة لهذه الفرعونية المعاصرة اللي هي نموذج واستنساخ لفرعونية الفرعون الأول. وبارك الله فيكم وجزاكم الله. نسائم هبا بعطر زكي. سي محمد قنان الشاعر الكبير المعروف اللي يقول الأيام تبرم على العرب بالدالة كيف المراكب طبعها ميالة، قالوا مرة قاعد في منطقة بشر جوه ضيوف قافلة جاتها، فدخلوا عليه في بيته ما كانش عنده إلا قعود، ما يملك إلا قعود. فالمهم دخل على زوجته قالت له شن نديره؟ قال بنذبح القعود. قالت له نحن ما عندنا له. قال له مش مشكلة نذبحه. مسك القعود وقال يجودوا علي الجيدين بمالهم وأنا بمال الجيدين نجود، نريد الزينة والزينة تكيدني كما تكيد الهازلة الصعود، بسم الله والله أكبر ويا فقر ما غنى قعود. فالمهم بعد ما تعشوا الجماعة جول سي قنانة نجدوه، قالوا له وين يبلغ سي قنانة الإبل متاعك وين؟ فالمهم بعد ما نجدوه عليه الإبل متاعه عرفوا أنه ما عندهش إبل
وهم ضالعين عطوه 10 نياق، عطوه 10 نياق هدية، هدية لكرمة وهدية لجودة وهدية لشهامتة. وقال واحد منهم قال ناقة الكرم تاخذ نياق سقيمة 10 مثالي من أرزاق حلال، الجود جود في جور الزمان وضيمة، والزين زين ولو تم قليل المال، ويا فقر ما غنق قعود. نسائم هبت بعطر زكي. خلينا في أول خطوة. جاي ضيف تحقق معي. خلينا في أول خطوة بعدين. تفضل يا سيدي. أول خطوة. طبعا هو أنا درس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الإمارات. نعم. الإمارات قبل ما يحدث ما أحدث حدث في بلادنا للأسف. فكانت أول خطبة لي في مسجد في عجمان. أنا سكنت في عجمان، كنت في رأس الخيمة وسكنت في عجمان. فكان الجامع تقريبا اللي يصلي فيه الدكتور علي الحمادي، نسأل الله أن يفرج كربه وهمه وغمه، من المعتقلين في الإمارات الآن، رجل معتقل في الإمارات الدكتور علي الحمادي، مجموعة من الدعاة والمصلحين في الإمارات مسجونين هذه اللحظة. هو كان في هذا المسجد الكبير، أكبر مسجد في عجمان. فمن عادته هنا الخطيب لما يتأخر يبدأ يلتفت الناس خلف هكذا الالتفات، تعرف بروحك يعني شيخ رياض، الالتفات هكذا خلف أمام يشوفوا من جاءني. أحد الإخوة وقال لي فلسطيني، قال لي يا شيخ تقوم تصلي خطبة؟ ما جاش الخطيب. قلت له مستحيل، أنا ما خطبتش في حياتي، مع أنا في ليبيا كنت لكن ما قدرش نخطب في أمر القذافي يعني. قال لي ما فيش إلا أنت. قلت له ما أبدا. مشي قلت له شوف، مشي دار لودا وجاني مرة أخرى قال لي يا شيخ بتنوض تصلي أنت؟ يا ربي ما عندي لا ورقة ولا عمري خطبت. مع أنا كان عندي حلقات مع إخوة هكي ونديروا برامج وكذا هكي تحضيرات هكي بعض الأشياء. فقلت له طيب بسم الله، أعطوني المصحف. ركبت المصحف قلت له ما نراه أول مرة نصلي الجمعة، ما خطبت في حياتي، قلت هكي للناس. قلت له لم أصلي قبل لم أخطب، ولكن إن شاء الله كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بسورة قاف. أعطيني المصحف، والله العظيم يا أخي قريتها من راسي وكأني نسيتها سورة قاف، ما معاش نشوف في حتى حاجة الحق يعني لأول مرة. طبيعي. فقاف والقرآن المجيد وبدت كذا وانتهت الصورة. الخطبة الأولى جلست يا ربي، الخطبة الثانية شب نخطب. قاف وقريناها، بالخطبة الثانية شب نخطب، ما فيش شب نخطب. فقلت أم الإنابة، الإنابة الإنابتان، الإنابة العامة والإنابة الخاصة، وهذه تكون لكذا وهذه الخاصة لأولياء الله والمؤمنين وغير ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وإنك استحضرت هالكلمات يعني بدون والله ارتباط. والله يعني حتى أنا أظن حتى أخطأت في خطبة الحاجة، يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وما أعرفش قلت فيها. فصراحة كانت هي الأولى، ثم صار الانطلاق. أصبحت واعظا في مساجد الشارقة وعجمان، كنت واعظ يعني ما شاء الله. فهي كانت بداية للانطلاقة العمل الدعوي. العمل الدعوي سبحان الله رب العالمين. نعم. ثم بعد ذلك يعني لما ضيق علينا ذهبنا إلى كندا، وفتح الله بابا كبيرا. هذا موضوع إلي. سؤال تاني حنطرحوه إن شاء الله. نسائم هبت بعطر زكي. يا سلام انفرادية حلوة حلوة، الله ضاعت للأسف، لكن كانت تكون والله في المرمى. يلا زدين شلاك. ايه شيخ محمود انفرادة اخرى. ولكن خارج للأسف. يا سلام يبقى يا شيخ الحكاية معدلة تعديل. يلا يا رد بالك حكم الدولي فتح كريم. نعمين بالله حاول انك انت تطبق القانون بشكل جيد. حاضر. ها محمود العوامي، محمود العوامي يلا بطاقة صفرة يا يا جماعة يا الخير. ازدين اشلاك محمود العوامي يا قطاع بص يا ربوع. يا سلام محمود العوامي. ازدين اشلاك. خارج الملعب، خارج الملعب. يا شو كانكم بطاقات صفرة حظ، خلوكم نشطين شوية، نبوا اهداف حلوة ساخنة في هذه المباراة. تكبير يوم مرات عاد بص يا ربوع. ما شاء الله الله محمود العوامي الجميلة عند الشيخ رياض ساكي، استقر عند الشيخ رياض. نعم أيوة هذه المباراة الحقيقة يعني في تصفيات هذه اللقية برعاية برنامج نسائم، وسيكون الكأس إن شاء الله
اصفر مزركز بالازرق ان شاء الله. نعم يا سلام. نسيتها استاذ رياض ولا ضاعت للاسف. نسيتها ولا هي ايه لا ما مش عطيت ضربه مرمى. الفريق دكتور طارق دعوب. فريق دكتور طارق اوه يسلم. آه. الذي يحدث ركنية. ركنية 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 يلا ركنية اعطيه اعطيه ركنية بسرعة. ايوه الله جميل. نعم يا مروان. الكرة عند شيخ رياض يرفع الباص يربوع. هدف. الله عليك الله عليك الله عليك. جميلة والله جميل. هدف رائع بصراحة. كم الآن يا سيد الحكم؟ تعادل 1-1. ما شاء الله ما شاء الله جميل. نتيجة رائعة وبدأ المشايخ يسخنوا ما شاء الله. اللي ضربها قهوة واللي ضربها شاي ما شاء الله. وبدأ الجماعة يسخنوا نشوف الإبداعات. يلا يا سيد مروان. عز الدين شلاك. عز الدين شلاك يتحرك بلياقة عالية. عز الدين شلاك. رياض ساكي خارج الملعب. نسائم هبت بعطر زكي. الله 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 الله, الله يا عبد الله. الأرواح والأسماع والقلوب ما سكر الشيخ سامي حتى هم ما أصوات عذبة لا لكن الحان جزية تمام في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم. ردوا نعم شيخ أصوات عذبة قلت ولا أصوات العذبة. أيوة. ليتعطر هذا المجلس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقدم بهذه الأبيات كتبتها عيد الأضحى الماضي. لو أن مثل الرمل في حباته والغيث في قطراته والترب في ذراته والبحر في أسراره وصفاته والحب في نشواته أو في أسى زفراته لو مثل ما في الأرض يا خير الورى مما ذكرت تكون تصلية عليك والله ما أوفي تحقا من حقوقك نحونا فعليك يا أنوار قلبي من صلاة مثل ما أسلفت عدا ألف ألف أو يزيد وعليك من طيب السلام ثلاثة الأضعاف من طيب الصلاة صلى عليك الله ربي في شهيقي والزفير في كل أنفاس الأنام وعليك أضعاف السلام وعليك أضعاف السلام بالله يا كل من دار بيا بالله يا كل من دار بيا بالله يا كل من دار بيا زيدوا الصلاة على خير البرية زيدوا الصلاة على خير البرية بالله يا كل من دار
الصلاة على خير البرية زيد الصلاة على خير البرية زيد الصلاة على الرسول المصطفى تاج العذول زيد الصلاة على الرسول المصطفى تاج العذول وارضى يا رب عن بعل البتول وعلى الصحابة بالأجملية وعلى الصحابة بالأجملية بالله يا كل من دربية بالله يا كل من دربية بالله يا كل من دربية زيدوا الصلاة على خير البرية زيدوا الصلاة على خير البرية والركب شارك خش الفيافي خال الفقير دموع ردافي والركب شارك خش الفيافي خال الفقير دموع ردافي على الفراس مكبر ريافي يا ليتنا في طايب البهية يا ليتنا في مكة البهية بالله يا كل من دربية بالله يا كل من دربية بالله يا كل من دربية زيدوا الصلاة على خير البرية زيدوا الصلاة على خير البرية اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. فتح الله عليك وبارك الله فيك. مسائم هبت بعطر زكي ففاح شذاها بجمع بهي نسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زار سليم لمرضاة رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي بدعوة صدق وفي شذو روح بتغريد صوت عذوب شجيب.